بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، نرحب بحضراتكم إلى هذا الفضاء المباشر الذي يأتيكم من مقر قناة القرآن الكريمة بالجزائر العاصمة، حتى نضمن لكم مرافقة إيمانية وروحية ومعالجة تربوية وكذلك اجتماعية في شتى المجالات وفي شتى المواضيع والقضايا المتعلقة بأمور الدين والدنيا، وذلك أكيد بمساهمة وبمعية أساتذة متخصصين وأستاذات متخصصات في شتى المجالات والعلوم. نحاول دائما من خلال نصائحهم وتوجيهاتهم وتحليلاتهم الواقعية تبصير القلوب وتنوير العقول وكذلك ترشيد السلوك، حتى نكون مواطنين صالحين ومصلحين في مجتمعنا في وطننا وكذلك في أمتنا. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. من أجمل وأروع ما قيل عن طلب العلم للإمام الشافعي رحمه الله: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخ علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. أبيات أكيد نهديها لكل الطلاب والطالبات المقبلين على اجتياز الامتحانات النهائية والرسمية المصيرية، شهادة التعليم المتوسط وكذلك شهادة البكالوريا، فكل التوفيق والنجاح والتيسير لطلبة العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم علما نافعا وعملا صالحا وأن يزيدهم بركة فيهما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أهلا بالجميع. مشاهدينا الأفاضل، تحتفل الجزائر باليوم العالمي للطفولة الذي يوافق ويصادف الفاتح من شهر جوان من كل عام، وقد برمجت عدة نشاطات واحتفالات بهذه المناسبة عبر مختلف ولايات الوطن، وأكيد يأتي هذا اليوم كفرصة حتى نذكر الآباء والأمهات بدورهم العظيم في رعاية والعناية بهذه الشريعة
الشريحة أقول، وخصوصا في ظل التحديات المعاصرة والتحولات الكبيرة وفي ظل العولمة الرامية إلى تغيير الثوابت وتثبيت المتغيرات. في هذا الصدد مشاهدينا الأفاضل سنحدثكم بحول الله في نفحات إيمانية عن مكانة وحقوق الأطفال في الإسلام. في الجانب النفسي كذلك ستحدثكم بحول الله المختصة في علم النفس الأستاذة أنيسة معلم عن الأسس والطرق والأساليب الصحيحة لتنشئة أو لضمان تنشئة سليمة لأبنائنا. وكذلك في ملف هذا العدد بحول الله مشاهدينا الأفاضل سنحدثكم عن التربية بالقيم دائما من أجل إعداد جيل متشبع بقيمه وبمقوماته الدينية وفاعل في أسرته وفي مجتمعه وفي أمته وقادر على مجابهة مختلف التحديات المعاصرة ومحقق كذلك لطموحاته وأهدافه المستقبلية. مباشرة مشاهدينا الأفاضل نحدثكم عن الحقوق وكذلك مكانة الطفل في الإسلام في نفحات إيمانية. الأستاذ عيسى بخدوني، أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم، مرحبا. أهلا أستاذة فاطمة وكل السادة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله تبارك وتعالى الحفظ والصون لأبنائنا جميعا، كذلك نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لكل أبنائنا المقبلين على اجتياز شهادات الامتحان. نسأل الله لهم التوفيق والنجاح. اللهم أمين يا رب العالمين. نبدأ أستاذي الكريم أكيد بتبيان حقوق الأطفال في الإسلام. يعني الكل يرغب في الأطفال ذكورا وإناثا، لكن قبل تحقيق هذه الرغبة لابد على الآباء، لابد على الأمهات كذلك أن يعرفوا أولا حقوق الطفل في الإسلام. نعم، الحمد لله الذي جعل من أنفسنا أزواجا وجعل من أزواجنا بنينا وحفدة، والصلاة والسلام على أرحم من كان بالبنين والبنات، ورضي الله جميعا عن الصحابة والصحابيات. لا شك أن الإسلام أولى عناية فائقة واهتماما بالغا بالطفل. الإسلام يرعى شؤون الطفل قبل ولادته ويحث على حسن التربية والرعاية للطفل، فنجد أن الإسلام أولى أهمية بالغة، وذلك منذ أن كان في بطن أمه إلى ولادته إلى رضاعته إلى فطامته إلى حضانته إلى كفالته إلى غاية تزويجه. فنجد أن الإسلام أولى اهتماما ورعاية خاصة لهذا الإبن، والإسلام أعطى حقوقا للطفل قبل ولادته. فمن حقوق الطفل أن يختار له اسما وأما، فمن حقه أن تكون أمه أم صالحة، وكذلك يعني اختيار الزوج للزوجة واختيار الزوجة للزوج. نعم كذلك نعم، وكذلك النسب، من حقه أن يكون ذو نسب شريف. كذلك من حقوقه كذلك الرضاعة، وكذلك من حقوقه الفطام، ومن حقوقه الصحة والرعاية واللباس والكفالة والتعليم. ولهذا نجد أن حق الطفل بدأ قبل ولادته. فلهذا أحد العلماء لما سئل في أي سن أبدأ تعليم ابني وتربيته، قال قبل ولادته. يفكر الزوجين في الابن قبل ولادته، يهيئون له المناخ ويتفقون على تنشئة هذا الطفل تربية صالحة. إذن من حق الطفل أن يختار له اسما. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عقوق ابنه، فلما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءه رجل يشتكي عقوق ابنه، فلما سأل عمر بن الخطاب هذا الابن أتعق والديك؟ سأل هذا الطفل عمر، قال ما حق الابن على الأب؟ قال أن يختار له أما ويسميه ويحفظه القرآن. وهذا القيد يغفل عنه كثير من الناس، ألا من حقوق الطفل أن يعلم القرآن، يختار له اسما
ويختار له أما حرة لا تكون عبدة، وكذلك أن يحفظ القرآن. فقال له عمر: قد عققت ابنك قبل أن يعقك. وكذلك من حقوق الطفل في الصحة والرعاية، فالواجب على الوالدين أن ينشئ ابنهما تربية صالحة، تربية بدنية وتربية إيمانية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أبناءكم قبل عند سبع واضربوهم على الصلاة في عشر. فحقوق الطفل حق اللعب، حق السكن، حق الإيواء، حق اللباس، حق النفقة، هذه ضمنها الإسلام. ولهذا في زمن عمر بن الخطاب كان يضع راتبا لكل مرضعة، وحتى للتي تفطم ابنها كان يضع لها راتبا. في الإسلام سبق يعني هذه الحضارة بعشرات السنين، أعطى للأم حقا وأعطى للابن حقا، فضمن له حقوقه وهو في بطن أمه، حتى أن الإسلام أعطى حق الطفل عند الساعة الأولى من ولادته، ضمن له الميراث، وهذا لا يوجد في الديانات الأخرى. إذن الإسلام كذلك من حق الولد العقيقة أن يعق عليه عند ولادته، ويفرح كذلك عند زواجه بإعانته في زواجه. فينبغي على الآباء أن يعقوا على أبنائهم بالعقيقة، العقيقة التي تذبح الشاة أو الشاتان على الولد، وكذلك التحنيك، يضع له التمر في حنكه، هذا من سنة التي هجرت في زماننا، وكذلك الرضاع والفطام كما قلت والميراث. نعم، مهم جدا. كذلك أستاذي الكريم، ونحن اليوم الجزائر تحتفل باليوم العالمي للطفولة، وهناك ظاهرة في فصل الصيف تنتشر عمالة الأطفال سواء في الشواطئ أو في يعني يبيعون المياه المعدنية في الشواطئ، وأيضا في المحطات يعني محطة نقل الحافلات، وأيضا في مختلف الأماكن والفضاءات العمومية. في هذا الصدد، ما هو الواجب شرعا تجاه هذه الظاهرة؟ أولا لنبغي أن نتفق من هو الطفل. الطفل في القانون الجزائري هو 17 سنة. نعم. من يوم ولادته إلى 17 سنة هذا هو الطفل. أما في الشريعة فالطفل من ولادته إلى يوم بلوغه، والبلوغ يختلف من مكان إلى مكان على حسب المناخ. نعم. قد يبلغ في 15 16. فالواجب على الآباء أن ينفقوا على أبنائهم حتى يتكسب الطفل، حتى يجد عملا يتكسب منه ويصبح فتى راشدا. أما أن يلزم بعمل وهو لا زال طفل، الطفل من حقه اللعب، من حقه المرح، من حقه السياحة، من حقه النفقة، فهذه الظاهرة تخالف شريعة الإسلام، والقانون الجزائري يعاقب على هذه التصرفات خاصة عمالة الأطفال، فهذا منهي عنه. بل الإسلام يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فرحمة بالأبناء من صميم ديننا. الأقرع بن حابس الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأبناء قال: أو تقبل أبناءكم؟ قال: لي عشرة من الأبناء لم أقبل منهم أحدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فمن رحمتنا بأبنائنا أن لا نكلفهم ما لا يطيقون، حتى في الدراسة لا نكلفهم ما لا يطيقون، خاصة ونحن مقبلون على شهادات الامتحان. لا ينبغي أن يكلف الطفل أكثر من طاقته. الطفل يحتاج إلى لعب، يحتاج إلى راحة، لا ينغلق أو يغلق عليه في البيت من أجل المذاكرة فقط، بل من حقه اللعب، من حقه الدراسة، لكن من حقه كذلك أن يلعب. يوضع له فسحة للعب، فسحة للتنزه، فسحة يعني يلعب يأخذ وقته. أما أن نكلفه فوق طاقته هذا سيرجع علينا سلبا. الذي يلزم أبنائه بأشياء لا يطيقها ستعود عليه سلبا، خاصة لما نكثر على أبنائنا مثلا أقرأ راجع أقرأ، سيكره القراية. إذن نضع له وقت للعب، وقت للدراسة، ننظم له وقته ونحبب له القراءة. هذا الظاهرة التي نراها من نفور أبنائنا من التعليم مراجع إلى تلك القسوة في التعليم،
أو المبالغة في الحرص على التعليم. نعم نحرص على تربية أبنائنا على تعليمهم، لكن لا نبالغ ولا نخوفهم من المعدلات وكذا. هذه من الأمور التي يعني أصبحت أمراض نفسية لدى الأبناء. كذلك أستاذي الكريم، في هذا السياق هناك الكثير من الأطفال والتلاميذ الموهوبين، وهناك كذلك في بعض الآباء والأمهات الذين ربما لا يهتمون بقدرات أبنائهم ولا يسعون من أجل تنمية هذه القدرات أو إدخال أبنائهم إلى النوادي العلمية والثقافية. صحيح، وهذا المشكل الذي ينبغي أن نعالجه. أولا ينبغي أن نعدل بين الأبناء، العدل في التعليم، العدل في النفقة، العدل في كل شيء. دخل رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فدخل أحد الأبناء في المجلس فأبوه أجلسه في حجره، فدخلت بنت ابنته فأجلسها أمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عدلت؟ اعدل بينهم، لماذا هذا أجلسته في حجرك وهاته بنتك أجلستها أمامك؟ قال: هل عدلت؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل، والأجر في تربية البنت أعظم بكثير من تربية الأبناء. صحيح، فهم المؤنسات الغاليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سعد بن وقاص قال: يا رسول الله، أنا رجل ثري ولي بنت واحدة، أتتصدق بشطر مالي؟ قال: كلا. وفي حديث آخر قال: لئن تترك أبناءك أغنياء خير لك أن تترك أبناءك فقراء. فلهذا الواجب على الآباء أن يعدلوا بين أبنائهم في النفقة وفي الميراث كذلك. وينبغي كذلك حتى في العدل، العدل في الابتسامة، العدل في العطف، العدل في كل شيء. ولهذا ديننا الحنيف يأمرنا أن نعدل بين أبنائنا في كل مشاعرنا، لا نقدم هذا على الآخر، بل ينبغي كما نهتم بالولد نهتم بالبنت. وكما قلت الأجر في تربية البنت أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من رزق بنتا فلم يئدها ولم يكثر عليها، أي يعني وعدل بين أبنائه إلا أدخله الله الجنة. فالواجب على الآباء أن ينظروا إلى هذه الثمرة وهذه الفائدة التي سينالها يوم القيامة. الأبناء يرفعون آباءهم في الجنان يوم القيامة. إذا كان الأبناء في أعالي الجنان ألحقوا آباءهم إلى أعالي الجنان. فمن رزق بنتا فأحسن تربيتها إلا وأدخلته الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزق ثلاث بنات فأحسن تربيتهن وتأديبهن إلا وأدخله الجنة. فقال رجل: واثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين. فقال رجل: وواحدة؟ قال: وواحدة. يعني سبحان الله، الذي يربي بنتا تربية صالحة هذا سبب من أسباب دخوله الجنة. فنحرص على حسن التربية وتعهدهم في مسائل الدين، لا نربي أبناءنا فقط من جانب الإطعام والكفالة وكذا، لا، نهتم بالجانب الأخلاقي والجانب التديني. فلهذا الواجب على الآباء أن يهتموا بجانب الدين، لا نهتم فقط بمعدلات المدرسة ولا نهتم بدينه، فإن هذا الدين هو الذي يحافظ عليه تربيته في وتنشئته في المدارس القرآنية. وخاصة وفي هذا السياق ونحن مقبلون على فصل الصيف، أكيد أفضل ربما ما يقوم به الأطفال في هذه الفترة وفي هذه المرحلة هو حفظ القرآن الكريم، وهو كذلك لابد على الأولياء تسجيل أبنائهم في المدارس القرآنية من أجل ضمان تربية روحية وإيمانية لهؤلاء الأبناء، ومن أجل كذلك تهذيب أخلاقهم وسلوكهم وغير ذلك. المدارس القرآنية وتحفيظ أبنائنا القرآن من أنفع التربية، لأن القرآن يساعد الأبناء على إجابة على تساؤلاتهم في الحياة. جيد. نعم. كذلك يعينهم على الأخلاق الحسنة والفاضل، لأن فيه قصص الأنبياء. هذه صحيح، الأطفال يحبون القصص، والقرآن مليء بالقصص والعبر والدروس. فلما يقرأ الطفل ويحفظ القرآن ويحفظ قصة موسى عليه السلام وقصة مريم وقصة آل عمران، هذه القصص مما يعني تتشرب فيه ويعيش بها في حياته، وهو أحسن معين في التربية حفظ القرآن الكريم. فالواجب أن نحفز أبناءنا في الدخول إلى هذه المدارس ولو أنفقنا عليهم الأموال الطائلة، لأن إذا حفظ ابنك القرآن سيلبسك تاج الوقار يوم القيامة ويلبسك حلة من الجنة. فلينظر الإنسان إلى هذا الأجر الوافر. قد يتعب الإنسان
ربما يجد نفورا من أبنائه في المدارس القرآنية، لكن إذا دفع لهم مالا، حتى ولو دفع لهم مالا طائلا، لكن هو يشتري آخرته بتربية أبنائه. صح. فالواجب أن نحفز أبنائنا وننفق فيها الأموال حتى أبناؤنا يتربون في هذه المدارس، هذه الحواضن التي تربى فيها أجيال وتربى فيها شهداءنا الأبرار ومجاهدين تخرج من الزوايا والمدارس القرآنية. لما كانت هذه المدارس تنشئ الأجيال، عشنا مع أجيال كانوا صالحين. لما ابتعد أبناؤنا عن المدارس القرآنية بدأت تظهر ظواهر لم نكن نعهدها، هذه فشو المخدرات وفشو هذه الأمراض والأسقام، سببها أننا ابتعدنا على النهج والمشرب الأول الذي كان في بلادنا، ونحن حفظنا الله تعالى بالقرآن هذا البلد، حفظه الله تعالى بالقرآن وبتلك المدارس القرآنية والزوايا التي حفظت للناس عقولهم وحفظت لهم دينهم وحفظت لهم أخلاقهم. فلهذا الواجب على الآباء أن يحرصوا على ذلك. نعم، حتى أستاذي الكريم، ربما مرحلة الطفولة هي المرحلة الخصبة لغرس القيم الروحية والإيمانية والإسلامية. وهناك من الباحثين في الإعجاز العلمي، وفي هذا الصدد أشير إلى البروفيسور سعد شيبان رحمه الله، ذكر في إحدى حواراته بأن يعني ما يحفظه الأبناء في مرحلة الابتدائية، وذلك أكيد من خلال احتكاكه المباشر مع الشباب، بقي راسخا في الأذهان. يعني هي المرحلة التي ربما تبقى تلك الآيات وتلك الأحاديث النبوية راسخة في الأذهان حتى يعني في صحيح. الكبار صح. نعم، كما قلت يا أستاذة، ينبغي أن رعاية المواهب، كما قلت يا أستاذة، ينبغي أن نراعي هذه المواهب في أبنائنا ونحفزها ونعينها، لأن كل طفل عنده موهبة، فعلى الأباء أن يكتشفوا هذه المواهب ويغدوها ويعينها ويحفزونها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدي مهمات لصغار الصحابة. أسامة كان قائد الجيش، الأرقم بن أبي الأرقم الذي كان يجتمع عنده النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز 16 سنة. فعلى حسب تربية أبنائنا يكون أبناؤنا، ربيناهم على الرجولة وعلى البطولة سيكون أبناؤنا أبطالا ورجالا، أما إذا ربينا أبناءنا على هشاشة وعلى الرخوة كما يقال سيخرج أبناؤنا ضعفاء. على حسب التربية يكون الأبناء، فالواجب أن نغرس في أبنائنا هذه البذرة حتى ننعم بثمارها في المستقبل. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وجميع أبناء السادة المشاهدين والمشاهدات. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم عيسى بوخدوني. مشاهدينا الأفضل، نتابع الآن هذا البورتري الذي أعادته لنا الزميلة حياة سعودي، ثم نعود. اسمي أبو سعيد وعمري 8 سنين، ولعب مولودة برج البحرين، كنت نلعب كان عمري 6 سنين، وكان نلعب مع الشيخ سفيان ملكي، ونلعب مع عمار رياض ناهيل. آدم سعيد موهبة، وش هنقول لك، ما تلاقاش بها دائما في حياتك، تلاقى بها خطره، نقدر نقول لك خطره. اول موهبه شفتها سوا في تورنوا سوا في ماتش اميكال، موهبه كرويه فريده من نوعها، عنده حاجه مليح فيه، الاحترام، التربيه، الاخلاق. كنا في الدوره الاولى توجنا بها وكان فضل كبير ليه، الاهداف كان سوا لي باس ديسيزيف ولا لي بيت يسال فيهم. زدنا شاركنا في دوره اخرى كيف كيف، عامل كبير داروا آدم باش توجنا فيها، كذلك أصحابه ما نساوهمش، كامل الفريق. هذا اللاعب تعلق بزاف بزاف، ما الدرجة ما تصورهاش، ينقض بالبالون، ينوض بالبالون، يعرف اسم لي جوا. أنا سعي أحمد، الوالد تاع آدم، سعي آدم.
الطفل هذا يحب بزاف البالون، شغل يتواسى بزاف للبالون، ونشوفه التمون يشوف البالون يروح يلعب. مي هو غير صغير واللي يشوفه يجي يقول لي هذا يلعب، نقول له نو ما يلعبش، غير ماركيه غير دخليه غير واسي، عنده مستقبل زاهر الله يبارك ما شاء الله. هي جيت قلت لبابا، قلت له هاوليك هاوليك وين راني نروح، يجي يقولوا لي دخليه وين يلعب. بالعقل 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 ماركينا هنايا في هاد ليكول اللي قدامنا، دخلنا في ان كلوب تاع جياس بيبي. نعم دخلنا في ان كلوب تاع جياس بيبي، الحمد لله كي دخلناه ما شاء الله شافوه. كما نقولوا حنا النظره الاولى قالوا لي مين كان يلعب، قلت لهم جامي دخل وجامي لعب. كما نقولوا حنا موهبه ربانيه، ادم موهبه ربانيه. والحمد لله دوكا راهو طلع حتى راهو مع الاي 11، والمدرب ديالو ثاني سفيان مالكي ما شاء الله كان كما نقولوا كيبدا يلعب مالغري ادم، كان الحمد لله في اللعب ديالو. بصح زاد ورالو بزاف تقنيات هذا المدرب ديالو، والحمد لله قدر يلحقه لي النتيجه مليحه. وبطفل بالاخر ديالو بالرجل ديالو كما نقولوا حنا الحمد لله او الحق المرحله، راهو دوك مع اي 11 بدا مع اي 7 وراهو يلعب مع الكبار عليه. ما نشوفش ادم تاع 8 سنين، نشوف ادم تاع 18 سنه الله يبارك، كبير على العمر تاعو. الهدايا تاعو شوفي داير ملي كان صغير نشري لي جوي نشري ما يلعبش توجور توسكي حاجه مدوره او شي حد ادم بالو. السلام عليكم، انا اسمي ريان، انا خو جوار ادم، ودائما نرافقو كي يروح يلعبوا لي تورنوا، وان شاء الله يولي وطني وعالمي ان شاء الله، والقادم انجح ان شاء الله. سنة ثالثة والمدرسة تاعي اسمها منير عبد العزيز، الأستاذة أزبيغ، والهواية تاعي المفضلة هي كرة القدم، ونهدي هذه الميداليات سعدون وسعي وكل عائلة تاعي. قرايتو شوفي مع الاول جاتني نورمال، ومن بعد دوكا كي راه بدا يكبر شويه وبداو لي تورنوا وبداو الخرجات بدات كما نقولوا حنا بدات تزير عليه شويه. الحمد لله شويه منا وشويه منا، قلت له ما تخلي قرايتك ما تخلي سبور تاعك، كما نقولوا حنا رانا في ليكيليبغ. وقرايتو الحمد لله ما شاء الله ما عنديش مشكل معاه، الله يبارك تمتم يفهم يقرا لي يستوعب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. توجور يقولوا له ادم ادخل انت باش تربحنا، ادم ادخل انت باش تربحنا، والحمد لله عنده كما نقولوا احنا عنده شعبيه مع اصحابه الحمد لله، كل ما يخرج يربحهم ويجيبوا لاكوب ولي ميداي لي زيكيب اللي معاه، ربي ان شاء الله كاع يوفقهم وان شاء الله نتمنى لهم النجاح. ساعي ادم جوار ملاح، كي نلعبوا لي تورنوا كي يدخل نلعبوا نفرحوا خاطر حنا نربحوا يعرف يلعب، وكي نلعب كونتر شون تفاني كي تريب لي نتمنى له التوفيق، وكي نكون معاه نربح دائما. نقولوا ان شاء الله يكمل هكذايا، يكمل يعني في المسيره هكذايا يعني، ويزيد يتطور يعني دائما يعني يتطور. أكيد الأطفال يحتاجون إلى قوة البدن وقوة العقل وقوة الروح لضمان تنشئة متوازنة ومتكاملة لهم. شكرا للزميلة حياة سعودي على هذا البورتري. ومشاهدينا الأفاضل، لأن تعلم أكيد اللغة الإنجليزية حاجة ضرورية وحاجة علمية يقتضيها العصر، سنستقبل أو يستضيف برنامج ضحى الأستاذة حفصة محيو، مؤسسة ومديرة لواحدة من الأكاديميات التي تعنى بتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال وكذلك للشباب، وقد جاءتنا من ولاية بسكرة. ابقوا معنا لنتعرف عليها وعلى مشروعها.
الأستاذة حفصة محيوم، أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك ومرحبا بك وبكل ناس بسكرة. شكرا، شكرا جزيلا لك عزيزتي، شكرا لهذه الاستضافة الطيبة. صباح الخير جميعا على مشاهدينا الكرام. شكرا على هذه الاستضافة. مرحبا بك في قناة القرآن الكريم. في البداية لو تقدمي لي أنا وكذلك للمشاهد الكريم نبذة مختصرة عن هذه الأكاديمية التي تعنى بتعليم بتعليم اللغة الإنجليزية للشباب وكذلك للأطفال، وكذلك حدثينا عن الأهداف التي أسست لأجلها هذه الأكاديمية. طيب، أكاديميتي هي اسمها بي أي بي أكاديمي، بي أي بي أون فرونسي، which is an English Blue International Business Academy، والتي هي عبارة وبدأت بتعليم عن بعد، عليها 3 سنوات. بدأنا في تعليم اللغات عن بعد ونوفر دروس في أكثر من 10 لغات: إنجليزية، فرنسية، إسبانية، ألمانية، تركية، كورية، إيطالية، يابانية، روسية وصينية بجميع المستويات. والأكاديمية لا تعني فقط ولايات الجزائر وإنما دول العالم العربي كشمال إفريقيا، المغتربين القاطنين بالدول الأوروبية، دبي، قطر والدول العربية on general. ما شاء الله. وهل تهتم كذلك هذه الأكاديمية باللغة العربية؟ نعم. كاينين الناس من إسبانيا، تركيا يريدون تعلم اللغة العربية، فيكونتاكتيونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ونعلمهم. نعم، أكيد اللغة الإنجليزية هي لغة العلم والعمل، لذلك أكيد أصبح من الضروري تعلم هذه اللغة. اليوم الشباب أكيد يتقنون، هناك الكثير من الشباب الذين يتقنون الحديث باللغة الإنجليزية، لكن ربما في مقابلات العمل لا يعرفون ربما التصرف بشكل صحيح. هل التحدث بالإنجليزية في العمل يختلف عن التحدث باللغة الإنجليزية في الحياة اليومية؟ نعم، لأنه كاين مصطلحات في العمل نوظفها ما نوظفهاش في الحياة العادية. نعم باختصار. بالنسبة للغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية مثلا احنا في الجزائر لغتنا الأولى عربية، الثانية فرنسية. فشباب اليوم يتكلم أكثر لغة فرنسية أكثر من إنجليزية، غير الشباب اللي دارسين لغة إنجليزية هم اللي يتكلموا لغة إنجليزية. صحيح. فثقافة اللغة الإنجليزية ما زالت لهنا، لا نقول منعدمة، سي كاين اللي يهضروا بزاف نونجلي. نعم، كذلك نتحدث ربما الأكاديمية هل تمارس أو هل تنظم دورات تدريبية وتعليم كذلك حول اللغة الإنجليزية؟ نعم بالضبط، للأطفال وللكبار، فأي شخص يريد تعلم اللغة الإنجليزية يجي يتواصل معنا، احنا نعمل له اختبار تحديد مستوى كتابيا وشفهيا، نشوف المستوى تاعه بالضبط وين، ومن بعد نحطه في المستوى الخاص به. بالنسبة لجميع اللغات بجميع المستويات، عندنا A1 A2 B1 B2 و C1 C2، ثم كل شخص على حسب الباكاج اللي عنده نصنفه بالمستوى الخاص به. ما شاء الله. كذلك اليوم ربما من الفرص أو من الأساليب التي تساعد على تعليم اللغة العربية، نتحدث اليوم كذلك عن الوسائط الإلكترونية وربما بعض التطبيقات الإلكترونية، أيضا مشاهدة الأفلام باللغة الإنجليزية، كل هذا يساعد أو يساهم في تعلم هذه اللغة. أكيد أكيد أكيد، فشخص لما يريد تعلم اللغة أول حاجة لازم يحب هذه اللغة. أكيد. ويحب كذلك الأستاذ اللي قري هذه اللغة. فإحنا الشيء اللي الحمد لله يعني بآراء الناس وبآراء الأولياء اللي ميزنا، إنه طالب لما يجينا نحبوه فينا إحنا كأساتذة كأكاديمية، باش هو يحبنا إحنا أوتوماتيك ويحب اللغة. فهكذا إحنا الميثود تاعنا عن جنرال كيفاش نخدمه. بالنسبة للشيء الحاجة اللي تساعد إنه يتعلم اللغة سواء إنجليزية أو أي لغة، مشاهدة الأفلام، سماع الأغاني باللغة الإنجليزية، هذا من الأشياء يساعده، وأيضا التواصل ما بين الناس باللغة الإنجليزية. حتى هناك من الأناشيد باللغة الإنجليزية. أكيد أكيد. نعم. كذلك نتحدث أيضا عن باعتبارك مديرة لهذه المؤسسة الخاصة لتعليم اللغة الإنجليزية، ربما ما هو تقييمك لإقبال الشباب الجزائري على تعلم هذه اللغة؟ والله الحمد لله، يعني ما توقعتش تنال تعليم اللغة الإنجليزية روجا بهذه الكمية. ربما ما هو السبب؟ السبب لأنه اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، فشباب اليوم أصبح في تواصل، يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت يعني نقطة، نحن نعيش كامل في في ولاية واحدة، فإنه نتواصل مع الناس من برا، إنه نديروا
نستعمل بوكو بلوس او اكثر شيء اللغه الانجليزيه. فشباب اليوم اصبح يعتمد على اللغه الانجليزيه اكثر للتواصل مع الناس وايضا للعمل. وبما ان اللغه الانجليزيه الان اصبحت هي اللغه الثانيه في الجزائر فشباب اليوم يعني يستحق اهتمام. كذلك عندما نتحدث عن الفئات المهتمه بتعليم اللغه الانجليزيه هل هم ربما شباب متعلم يعني مثقف وجامعي ام حتى هناك شباب يعني ربما يتعلمون اللغه الإنجليزية من أجل العمل أو لأغراض أخرى أو من أجل السفر وغير ذلك؟ على حسب تقييمي على حسب الناس اللي يجيونا يأتون من يعني ربات بيوت عمال طلاب يعني من مختلف الأعمار والفئات يعني الأعمال فوالا. نعم مهم جدا. كذلك عندما نتحدث عن المشاريع وكذلك الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسة والتي دائما تهدف إلى تعليم اللغة الإنجليزية والنهوض كذلك بهذه اللغة في الجزائر ما هي ربما هذه الأنشطة في هذا السياق؟ في اللغة الإنجليزية مثلا؟ الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية بصفة عامة. في بالنسبة للأونلاين عاملين دروس في المستويات في اللغات، محادثات، مخيمات صيفية أونلاين وهم مرتاحين في بيوتهم. مرتاحين يعني في بيوتهم. أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. بالضبط. مخيمات صيفية كما إحنا في بداية مشوار الأكاديمية أو في كل صيف نعمل لهم مخيمات مجانية لتعليم اللغات. يعني بإمكان أي شاب أن يستفيد من الدورة التي تقام حول تعليم اللغة الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالمجان. بالمجان. فوالا. ما شاء الله. فمثلا أي شخص مهتم بأي لغة كانت يدخل معنا يشوف ميوله أين يجرب يقرأ أونلاين هو مرتاح في منزله يشوف الدرس قدامه يتابع الأستاذ أمامه يهدر مع الأستاذ أمامه لديه كذلك مجموعة من مختلف الأجناس والأشخاص يتواصل معهم عبر التليجرام وهو بعد يحب يسجل معنا يقرأ يحب يكمل معنا في المجان عادي جدا. وكذلك في النشاطات الحضورية نحاول دايما أني نقدم لهم أشياء جديدة. مثلا آخر مرة عملتهم مخيم تعليمي ترفيهي بالقنطرة. القنطرة هي بوابة الصحراء فهي منطقة في ولاية بسكرة عبارة عن جبال نخيل دشرة الحمراء فخذيتهم من هذه المنطقة اكتشفوا المنطقة باللغة الإنجليزية لعبنا كذلك العديد من الألعاب باللغة الإنجليزية حبوا اللغة الإنجليزية مثل ما عادوا. كيف التقيتم هل ربما بالتنسيق مع مختلف الشباب عبر مختلف ولايات الوطن؟ لا عملتها فقط في بسكرة والتسجيل كان أكثر شيء يعني من الشمال لكن ما كنتش حابة أن نعمم هذاك الوقت كنت حابة نديرها كتجربة برك ونالت إقبال كبير جداً. كذلك نتحدث عن المؤطرين لهذه الدورات التعليمية سواء متعلقة باللغة الإنجليزية أو بمختلف اللغات التي تقومون أو تحرصون على تعليمها أو التي تقدمونها للشباب ربما هل فيه تنسيق مع أساتذة مع كوادر أو من فئة الشباب كذلك متخرجين في اللغات الإنجليزية وفي اللغات الأخرى ربما أكيد ستساهمين أيضا في توفير فرص العمل لهؤلاء الشباب أليس كذلك؟ بالضبط. فأنا لما بدأت أونلاين الأساتذة كامل اللي يدرسون تواصلوا معك من مختلف ولايات الوطن ليس من ولايتي من بسكرة فالأكاديمية تتيح فرص عمل عديدة للشباب للعمال للأساتذة بصفة خاصة لتعليم عن بعد وكذلك في بسكرة ثانية كان اسمه يدرسوا من الولاية. طريقة اختيار الأساتذة تكون عبر انترفيو نعملوا معهم انترفيو نشوفوا الكاباسيتي تاعهم أو القدرات تاعهم في التعليمية نشوفوا مستواهم من بعد نقدروا نوظفهم. نعم الأكاديمية موجودة على مستوى ولاية بسكرة. نعم. هل ربما لكم أفكار أو مشاريع أو تفكرون في إنجاز فروع لهذه الأكاديمية عبر مختلف ولايات الوطن في العاصمة كذلك؟ نعم قريب إن شاء الله سيكون لنا مقر هنا في العاصمة. ما شاء الله. لأنه ناس بكثرة يدرسوا عندنا أصلا أونلاين من مختلف يعني أعظميتهم من العاصمة فهما يعني بكثرة يرسلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقتاش تفتحونا في العاصمة وقتاش فقريبا إن شاء الله سيكون لنا مقر في العاصمة وإن شاء الله في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله في مختلف ولايات الوطن.
نعم أكيد. اليوم شباب الجزائر مهتم بالسياحة، مهتم بالسفر كذلك، واللغة الإنجليزية أكيد سيهتم بها أكثر من أجل حتى يتعلمها ويكتسب هذه اللغة. نتحدث كذلك عن اهتمامكم بشريحة الطفولة أو بشريحة بهذه المرحلة، يعني هي مرحلة الخبراء يؤكدون بأن مرحلة الطفولة هي المرحلة الخصبة لحتى يكتسب هذا الطفل مختلف ربما المهارات واكتساب كذلك يعني الذاكرة تكون قوية لاكتساب اللغات الأجنبية وغير ذلك. بالضبط. فالمرحلة العمرية للطفل من 3 سنوات وطلع يعني هي المرحلة الجيدة لتعليم خاصة اللغات. فأنا أعطي مثال، مثلا في الجنوب يعني بسكرة وهبط مك ما نتكلموش لغة فرنسية بكثرة. وأيضا في التعليم تعلموا في المدارس أكاديميك فقط، يعني واش نقرأ ولا، فاحنا ما عندناش كامل الكوميونيكيشن فرنش ولا انجلش اوسو. يكبر لهنا الطفل لما يوصل للليسين بعد باش يختار فرعه الجامعي، يجب عليه انه يختار فرع. مثلا انا خيرت بيولوجي وكنت هذاك الوقت ما نفهمش لغه فرنسيه، والبيولوجي نفهمش باللغه الفرنسيه، فما كانش عندي باكاج كافي. فهنا احنا نركزوا بزاف على التعليم البيداغوجي الجيد للطفل، وين يتعلم اللغه يقدر يتواصل بها، يقدر يتعلم بها. فهذه المرحله العمريه للطفل هو اللي لازم انه ولا لازم الاولياء يستثمروا في اولادهم خاصه في فتره الصغر باش يتعلموا اللغات وخاصه اللغه الانجليزيه والفرنسيه. نعم. نتحدث كذلك عن استثمارك لمواقع التواصل الاجتماعي يعني من أجل صناعة محتوى هادف. أكيد من خلال هذا النشاط في هذه الوسائط الجديدة ستواجهون أو ربما ستعملون من أجل محاربة المحتوى الآخر. نتحدث كذلك عن اهتمام الشباب الجزائري بالمحتوى الهادف. بالضبط. في عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا نحاولوا انه ننشروا مقاطع فيديوهات تعليمية ترفيهية. هناك مقاطع يعني ترفيهية؟ أكيد. نعم. أكيد أكيد، يعني من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدات. بالضبط. مثلا نعملوا لهم فيديوهات الخرائط تتكلم باللغات، فهنا يشاهد يضحك ويتعلم ويفرح ويحب هذه اللغة. فعملنا خطة تسويقية واضحة جدا باش نخليه يعني الشاب ولا الولد ولا أي شخص كان يشاهد الفيديوهات الخاصة بنا أنه يحب يتعلم هذه اللغات. فكذلك كل مرة ثانية كان يتوجه لي مكان مثلا في الريستورانت، في مكان عمل، في العديد من الأماكن، ننشر لهم مقاطع تعليمية ترفيهية فقط لتحبيب ذلك الشخص الذي يشاهدنا ولا المشاهد في تعلم تلك اللغة. ومن الفيديو بعد في نفس الوقت من الفيديو يتعلم بعض الكلمات والجمل والمصطلحات باللغة. كذلك اليوم مع قلة فرص ومناصب الشغل، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي كذلك ربما بديل أو بإمكان الشباب أن ينجح وأن ينشئ كذلك مشروع ويكون له كذلك ربما رصيد مالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانه أن ينجز مؤسسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا الأساتذة الذين ربما يعملون في هذه الأكاديمية والذين يقدمون دورات عن بعد، وبالتالي بإمكان أي شاب تكون في مجال خاص أو في مجال معين أن يستثمر في هذه المواقع كذلك، وأن يجعلها كذلك فرصة لعمله، أليس كذلك؟ نعم نعم بالضبط. مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تتيح فرص عديدة للعمل للشباب، سواء كصانع محتوى هادف جيد، سواء في العمل أونلاين تدريس مثلا مشروع درك أنا لدي أفكار في الخياطة، مثلا نريد عمل حجابات باش إن شاء الله نعملها مثلا فقط. فأروش فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. أروش فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجيني مبيعات بلا ما نفتح مقر. نعم. كبير. فمواقع التواصل الاجتماعي حرفيا تختصر الوقت والجهد والمال لأي شاب كان باش يعمل. فلنا الشاب فقط يجب أن يكون ذكي ويعرف كل له فكرة. نعم. بالضبط. حتى يعمل من أجل تجسيد هذه الفكرة وتحقيق هذا الهدف. بالضبط. في الختام كشابة جزائرية إلى ماذا تطمح الأستاذة والآنسة محيو حفصة؟ والله
أنا حرفيا بالمناسبة أنا لازلت طالبة هذا العام إن شاء الله أتخرج، فمشروعي بدأته في يعني سن صغير نوعا ما لما كان عمري 21 سنة، أنا الآن 24 سنة. ف يعني واجهت العديد من الصعوبات أكيد في عملي وفي مشواري، فأطمح فقط يعني المواصلة بنفس المنوال، أطمح أنه نكمل بذلك الشغف الذي بدأت فيه، أطمح أنه نساعد العديد من الناس وأوجههم في تعلم اللغات ولا في أشياء أخرى. فهذه هي إن شاء الله ربي وصلنا لأعلى المراتب، ربي وفقنا أجمعين إن شاء الله. وكرسالة أخيرة للشباب، أريد فقط أن أقول أنه كما دائما أقول أمنوا بأنفسكم وأمنوا بالأفكار تاعكم، لأنكم أنتم هما أساس مشاريعكم. أمنوا بوشرك بديروا وتعلموا تعلموا، لأنه التعليم هو أساس كل شيء والثقف كذلك. وفي النهاية ربي يوفقنا أجمعين إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك حفصة محيو على حضورك في بلاطو قناة القرآن الكريم، وكل التوفيق ونجاح في مشوارك سواء الدراسي أيضا المهني. مشاهدينا الأفاضل، سنواصل فقرات برنامج ضحى لكن بعد هذا الفاصل. إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك فيقصد. الستير، أي الساتر الذي يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، فهو المحب من عبده أن يستر على نفسه ما يفضحه ويخزيه ويشينه، وهذا فضل من الله ورحمة. فالرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه عن الخلق كلهم وغناه عن طاعتهم وعبادتهم، يكرم عبده ويستره ويستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، وهذا من لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده. ورد هذا الاسم في السنة المطهرة من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. تباركت معبودا وتساميت مقصودا سبحانك. من أجل توعية الآباء والأمهات بالطرق والأسس والأساليب الصحيحة التي تضمن تنشئة سليمة لأبنائهم، الأستاذة والمختصة في علم النفس أنيسة معلم تحدثكم في هذا الشأن. أستاذة أنيسة معلم، أهلا وسهلا بك سيدتي. مرحبا بك، يعيشك. شكرا، ترحب بك الجنة إن شاء الله. سلام حار لك والجميع المشاهدين من خلالك. اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بك. نتحدث عن أهمية أكيد السنوات الأولى ومرحلة الطفولة ودورها أكيد في تشكيل شخصية الطفل مستقبلا.
نعم شكرا. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نبارك لجميع الأطفال عيدهم العالمي. نعم. إن شاء الله عيد سعيد إن شاء الله. نعم وأطفال العالم كلهم خاصة نعم. العالم الإسلامي. ونقول إن شاء الله يعيشوا طفولة سعيدة بعيدا عن المآسي العالم يعني نشوفوها الآن. كي نتحدثوا على التربية دائما عندنا مجموعة من المعطيات لازم نتحلوا بها كمربين باش نضمنوا مثل ما تفضلتي أنه يعيشوا هذه المرحلة تاع الطفولة بأحسن يعني ما يكون. كاين نقاط معينة يجب أنه يعني نخذوها بعين الاعتبار، ولكن كبداية خليني نحكي لك قصة. كان أحد السلاطين في العهد العثماني كان يعني ورث قصرا معينا وكان حاب يبدله، فجاب مهندس معماري وطلب منه انه يهدمه ويبني بناء واحد اخر بداله. فانتبه بعد فتره بعد ما تم هدمه وبناؤه استدعى المهندس وسقساه، قال له يعني ما شاء الله بنيت بناء رائع وكذا يعني وفق المعايير اللي كنت حابها وكذا، ولكن انتبهت لامر خاص انه كي كنت تبني فيه جبت مجموعة من الرجال هما اللي هدموه، ولكن ليس نفس مجموعة الرجال اللي هدموه هما اللي بناوه. قالوا وراه السر هنايا. قالوا السر بسيط جدا. قالوا في النفس البشرية، النفس اللي تكون عندها قابلية للهدم لا تستطيع البناء، والشخصية اللي تكون قادرة على البناء كذلك لا تستطيع الهدم. فكي ناخذوا منها يعني سياقها ومعناها هذه الحكايه، انه الاساليب التربويه اللي تهدم الابناء ابدا لا تبني. اذا كنت حاب تحصل على ابن يعني فريد من نوعه وعنده خصائص معينه، فيجب ان استغني عن معاول الهدم ونغير اساليب التربويه الى اساليب اخرى. اذا كنت نشوف ولاد جيراني ولاد العائله ولاد كذا في التلفزه يعني كثير من المرات وفي كثير من المناسبات يشرفون ابناء الجزائر انهم ياخذوا يعني المراتب الاولى في احسن يعني الامور دائما. فاذا كنت متشهي ولد يكون يعني بتلك الطريقه، فاكيد انه لازم نراجع نفسي، لانه كاين بعض الاساليب تدمر شخصيه الطفل. نبدأ بالمدمرات من بعد نروح للمنطلقات التربيه. من المدمرات شخصيه الطفل النقد الزائد، التوقعات السالبه منهم، انه النقد دائما ما نحب ولادنا انه يكونوا احسن يعني ما يكون، ولكن نعمدوا انه ننقدوهم في امورهم السلبيه. هناك قاعده في التربيه تقول انه ما تركز عليه يكبر، اذا ركزت على سلبياتهم فرح وكأنه أني أسلط الضوء عليها لتظهر. إذا ركزنا على الجوانب الإيجابية يكون أحسن، بمعنى وليدي دار حاجة مليحة اليوم وفي نفس الوقت أخطأ، وشنو هو الشيء اللي ألفت انتباهه له؟ هل إذا علقت عليهم في زوج هي أم يكون أمر صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول لأنس لشيء فعله لما فعله ولا لشيء تركه لما تركه، كان يركز فقط على الإيجابي لا يركز على السلبي. لماذا؟ لأنه كي تركز على شيء وكأنه تسلط عليه الضوء ليكبر. فالنقد يكون دائما هدام. إذا حبيت ننبه وليدي الحاجة مليحة فنأخذ صياغة مختلفة، بمعنى إذا كحنا مثلا ولدنا دائما يعمدون إلى الهروب من المسؤوليات، الهروب من المشاريع كذا، لماذا؟ لأنه تعودوا ملي كانوا صغار أنه كل ما يديروا حاجة يعني حاجة يحبوها ممكن احنا ما تعجبناش ننقدوهم عليها، فتعلموا الخوف. يعني خاص نعطيك مثال بسيطه، انه تعودين انه مثلا وليدنا مثلا وليدك يرسم رسمه جميله فيجيبها لك يوريها لك تفرحي به، بعدها نفس الرسمه يروح يرسمها على الحيط في العاده العائله الجزائريه تحكم ياخذ عليها الضرب. لماذا؟ لانه احنا توقعاتنا ليهم ليست نفسها توقعاتهم هما لينا، هما راهم يشوفوا العالم على اتساعه، وبالنسبه ليه فرحنا كي شفنا هذيك الرسمه، عززنا سلوكه الايجابي كي فرحنا به، شاف هذيك الفرحه في باله هو كي يرسمها في الحيط، هو بالنسبه ليه يرسمها في مكان اوسع، هو ناويسنا نفس هو يتوقع منا ايجابيا، احنا نتوقع منه انه يعرف الصح ويعرف الخطا، في حين انه صحيح ما عطيناهولوش، وانه ودائما احنا دائما سياستنا سياسه اطفاء الحرائق، بمعنى انه احنا يا من لا نعمد نعلم لهم الايجابي والسلبي، احنا نستناهم يغلطوا ونعاقبوهم على الخطا. في الغالب كي يغلطوا هذيك الغلطه هي بدايه لتصحيح السلوك، بمعنى كمثال فقط الكذب عند الاطفال ياخذوه الاولياء وكانه كارثه وكانه صح. مشكل، في حين انه الكذب عنده اربع معاني ان لم يكن اكثر. ممكن يكون كذب يعني تخلصي، يعني يكذب تخلصا من موقف معين اذا كان اولياء يتسلطوا عليه، بمعنى انه ممكن يدير شيء يطيح حاجه او يسيء الامر معين في البيت، فعلى باله باللي لو كان اعترف انا كابن لو كان اعترف بالخطا فراح ناخذ العقاب، فيقول لي ماشي انا، فيكذب تخلصا او يكذب كذب تخيلي،
هو فقط ليثبت انه يعني الطفل كيكون صغير ما يفرقش بين الحقيقه وبين الخيال. فهو كيتخيل روحه في موقف معين، يجي يحكي لي انه موقف بطولي معين، فكيجي يحكي لي على اساس انه هو شاف صوره، هو بالنسبه لي ما يفرقش بين الحقيقه او الخيال، فالمفروض انا اللي نعطي له الفارق بيناتهم. او يكذب كذبا اخرا تظلما. ما معنى تظلما؟ انه يجي يحكي لي انه فلان ضربه ودار له كذا ودار له كذا. لماذا؟ لانه ماشي متعود انه نكون انا رؤوفه به الا عندما يكون مظلوم، تما كي نجي نعنقه ونحن عليه وكذا، فانا اجبره انه يتصرف هذه السلوكات فقط ليحظى بعاطفتي. فهنا لازم انا انتبه ليه. وفي الكذب التخيلي كذلك لازم نضبطه بشيء، انه هو يكذب ويظهر نفسه بطل لانه لا يحصل على تقدير فقط الا اذا كان في موقف بطولي، فهذا خطأ. كذلك عندما نتحدث عن مدمرات شخصية الطفل، كذلك ظهرت مقارنة الأبناء بأبناء الأسر الأخرى أو بأبناء الجيران، وربما هذا سيكون له تأثير سلبي على شخصية وعلى بناء هذه الشخصية لدى الطفل. وبالتالي أكيد على الأولياء دائما التركيز ربما بما يميز أبناءهم من أجل العمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها. ممتاز. نعم. المقارنة لا تعمل إلا عمل الهدم. وإن بنت فهي تصنع بعض السلبيات يعني الجانبية، بمعنى أنه إحنا كأولياء نعمد إلى المقارنة، نعمل لتحفيزهم، ولكن هذه المقارنة هدامة لسببين. الأول أنه هنالك فروق فردية، بمعنى وليدي إذا كان عنده امتيازات معينة فراح تكون عنده نقائص معينة. صحيح. ولكن إذا سنلت الضوء فقط على نقائصه وقعت نقارن فيه مع الآخرين اللي عندهم امتيازات في جوانب أخرى فيكون ظلم وليدي. هذه نقطة أولى. بالنسبة للنقطة الثانية، أنه حتى إذا كان هذه المقارنة خرجت منه مجهود وكان يعني نافس بشكل أنه يحقق هذاك الشيء، ولكن بالمقابل فراح تولد عنده حقد وضغينة تجاه هذاك الإنسان لنفسه، وضغينة كذلك تجاهي أنا كولي، لأنه أنا ما نحبوش فقط إلا إذا كان يتحلى بهذاك السلوك. وهذا الأمر اللي هو خطر جدا في التربية، اللي هو الحب المشروط، أنه أشرط حبي له بنتائج معينة، أنه لازم تكون كذا باش نحبك. من الأفكار الأصيلة في التربية أنه نقول احذر أن يربي طفلك الداخلي ابنك. بمعنى احنا كي كنا صغار لحقنا الامور، امور ما حقناهمش، ممكن ظلمنا كي كنا صغار، فكي نكبروا نكبروا بكوكبه من العقد. فإذا قعدت انا نربي وليدي بهذوك العقد التوعي بناء على احتياجاتي السابقه وبناء على ضغائني السابقه فراح نظلمه. لازم ندير فاصل. كاين مجموعه من الدورات راهم يديروها الان، التخلص من الام الطفل الداخلي، السلام النفسي وكذا، هي بعضها صحيح وبعضها يكون فيه يعني تغرير بالافراد هذو، ولكن نقدر نقول انه الانسان ممكن ان يتصالح مع نفسه، انه انا عشت صغر معين، هذيك الطفوله اللي عشتها الا كان فيها حرمان فذلك الحرمان ممكن بنى مني شخصيه وانا مانيش فايق، لانه هذاك الولي، احنا نقول انه العنف في التربيه خطا، ولكن ممكن انه يبني شخصيه صحيحه في وقت معين. سيدنا علي بن ابي طالب اثر عليه مقوله يعني معروفه جدا، انه ربوا ابنائكم لزمان غير زمانكم. لماذا؟ لانه كل زمان عنده خصوصياته. حتى اليوم في هذا السياق عندما نتحدث عن التحديات المعاصره، اليوم ربما تربيه الطفل لم تعد مهمة مقتصرة فقط على الأم أو على الوالدين أو على الأسرة. اليوم أمام هذه المتغيرات الحياتية والعولمة ومواقع التواصل الاجتماعي، ربما الطفل يتأثر بالثقافات الأخرى وكذلك بالألعاب الإلكترونية وبمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك. اليوم كيف يمكن للوالدين، كيف يمكن للأسرة أن تضمن تربية صحيحة وسليمة لأبنائها في ظل هذه التحولات الكبيرة؟ نعم، هي عمرها ولا كانوا الأولياء وحدهم يربي، كان يربي الجد والجدة، الخال والخالة، العم والعمة، الجار كان يربي. فمستحيل أنه يأخذ الإبن أنماط التربية فقط من زوج وزوجة. الآن حتى الجار يربي. نعم، تعرفي الخالة لأنه كانوا هذو كامل يربي، والأولياء كانوا يتعلموا التربية من خلال هذو كامل، لأنهم هذوك تزوجوا هذو كامل يتعلموا، فكانوا الجميع كان يساعد، وكانت التربية صحيحة حتى لو كان فيها بعض الظلم، لأنه كانت فيها شوية حقراب، كان فيها بعض تحيز لبعض الأبناء، تحيز لولاد فلاني ولاد فلاني من يعني نظلموهم، كان هذا الأمر، ولكن كان عنده إيجابيات وكان عنده سلبيات. الآن الكل يعني كيش نقولوا تخلى على هذا المهمة اللي هي التربية، واختزلت كلها في الوسائط الاجتماعية ووسائط التواصل، لأنه وليدك كي تعطي له جهاز فالجهاز راه في يده، ولكن يتحكم في عقله، لانه التربيه خاضعه لمجموعه من المعايير، كل مرحله يكون فيها يعني مكتسبات معينه. التربيه في مرحله من صفر الى سنتين الى ثلاث سنوات يتعلم الطفل بالقدوه، يعني بمعنى انه يشوفني انا واش راني ندير ويطبق. بعدها تبدا مرحله يعني التقليد، يبدا هو يقلد، نعم يشوفني ندير حاجه، نحط ضربيه تاعي تاع الصلاه تيجي يصلي معايا.
بعدها تجي مرحلة التمييز، بعد 7 سنوات يبدأ هو يميز ويبدأ يختار الفعل تاعه ويبدأ نغرسوا فيه القيم. بعدها كي نلحقوا مرحلة المراهقة نبدأ نحصدوا نتيجة التربية تاعنا. فكل مرحلة عندها مكتسبات معينة بناء لخصوصية هذيك المرحلة. إذا تخليت أنا على الدور تاعي فيها، إذا كنت أنا أكذب في مرحلة الطفولة تاعه الأولى، فراح يأخذ مني الكذب كتقليد، يأخذ مني كقدوة. من بعدها كي يلحق التمييز، حتى إذا عرف أنه هذا أسلوب خطأ ولكن خلاص تشربه. فلازم في هذيك المرحلة نبدأ نعلمه القيمة، نحاول أن يعني حتى من مشاكل المراهقة الآن أنه كي نلحقوا مرحلة المراهقة يبدأوا يتفرزوا مجموعة من السلوكات، وإحنا نواجههم كأنه يعني كوكبة من السلوكات السلبية تكون بناء على أنه أنا ما غرستش القيم في المرحلة اللي سبقتهم. لو غرست مرحلة مثلا أو أبناء في مرحلة المراهقة يجي يقول لي صاحبي عنده باسكت الفلانية تسوى كذا وكذا، ويقول لي فلان عنده التليفون الفلاني اللي يسوى كذا وكذا. لو علمته قيمة القناعة قبل ما يلحق لهذا العمر ما حاش يهضر هذا الشيء. لو دخلته في مصاريف الاسره وفهمته انه احنا عندنا مداخيل والمصاريف لازم تكون محكومه بامر كذا وكذا كان يفهم. ولكن انا نخليهم على بالو بوالو، كل طلباته تكون مجابه بناء على مفهوم الحمايه الزائده اللي هو من الاساليب الخاطئه اللي تدمر شخصيه الطفل كذلك، فراح يطلب يفهم انه اطلب تطاع. من بعد كي نجي نقول له ما عنديش يفهم بلي انا راني نصدمه انه انا ام ماشي متفهمه. فلازم انا نبني ونأسس القيم اللي من بعد راح نقابلها. الاولياء دائما خاصه كي يلجؤوا للاستشاره النفسيه والاستشاره الدينيه كذلك دائما في اطار اطفاء الحرائق فقط. ما كيش توخذ هذا كيف يقلل المشكل، خلي حتى توخذ باش يجي يعطي لك مشكل كبير. ومن بعد كي تجي تحلي تلقاي انه القاعده وش تبنى فيها كان فراغ معين، وان كانوا الاولياء هما في الوقت اللي كانوا هما المرجعيه تاع ابنائهم ما درناش الواجب تاعنا، ما غرسناش القيم، ما حددناش حتى احنا كانت تحكمنا هواتفنا. فكي لحقنا المرحله يعني احنا حكمتنا هواتفنا وعطنا لهم هواتف من خلالها كاين عوالم اخرى لا تعمل اعتباطا. العوالم اليوم الاخرى ربما المشكل او الخلل حتى الاولياء حتى نعم. الوالدين نعم. يتاثرون بمواقع التواصل الاجتماعي نعم. شوفي فقط الاطفال، شوفي هذه المواقع ومدمنون كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. المشكل انه مكره اخوك لا بطل. هذه المواقع يعني كانت مدروسه بعنايه انه تخلينا ندمنها ببساطه، انه بمجرد ما تشوفي متعه سريعه، يعني احنا ولفنا المتعه السريعه، ولفنا الفيديوهات القصيره، ولفنا هذيك الجرعات تاع الدوبامين اللي تفرز في الجسم تاعنا بمجرد ما نطلعوا على هذا. فنقص الصبر تاعنا مع عدم التاهيل الزواجي وعدم التاهيل التربوي خلانا هذا الامر قدام واقع انه ما عندناش معطيات نواجهوا بها يعني المشاكل اللي يكونوا. المفروض أنه الولي يتسلح بمجموعة من المهارات اللي يقدر يقابل بها هذه المشاكل. ولكن قبل ما نلحقوا لإطفاء الحرائق كما قلت نبدأ نأسسوا إحنا الأخلاق. قلت أنه كان مدمرات النقد أسلوب سلبي، العنف اللفظي والجسدي في زوج ماشي ملاح، لأنه ممكن نكون ممكن ما نضربش وليدي ولكن نقول كلام يؤذيه. المقارنة كذلك أسلوب ماشي مليح، السخرية كذلك يهز من نفسيته. ولكن بالمقابل هنالك مجموعة من المعطيات لازم نتحلوا بها، أنه نعرفوا أنه الآن نحن نعيش في ذكريات أبنائنا، فلازم أنه إحنا نأسسوا للذكريات الصحيحة بشكل إيجابي. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة المختصة في علم النفس الأستاذة أنيسة معلم. مشاهدينا الأفاضل نتابع هذا الموضوع ثم نعود إلى لنواصل برنامج ضحى، ولنا كذلك وقفة مع موضوع التربية بالقيم. أجزل الإسلام والقرآن الكريم على العرب والعربية بحفظ اللغة العربية، ومن الله عليها بكتابه العزيز أن توسعت دلالات الكلمات وانفتحت لها آفاق وأمداء من التعبير، إذ تأخذ الكلمة ذاتها معنى جديدا في كل سياق تأتي معه، كما وتكتسب معنى إذا أضيفت إلى لفظ آخر. الإله الله عز وجل.
والله علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لجميع الأسماء الحسنى الإلهية، وهو دال على الإله المعبود بحق جل جلاله، وهو الاسم الأعظم لله في قول كثير من العلماء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ولفظ إله هو الله، وكذلك فإن كل ما اتخذ من دون الله معبودا فهو إله عند من يعبده، والجمع آلهة وهي الأصنام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم. ويذرك وآلهتك، أي ويترك عبادة آلهتك يا فرعون. وأله فلان إلهة وألوهة وألوهية، أي عبد. وأله فلانا، أي أجازه وآمنه. وأله إليه، أي لجأ إليه. وأله فلانا، أي اتخذه إلها له. وفي الدعاء نقول: اللهم. ويقال أصل الميم بدلا من ياء النداء في قولنا يا الله. وفي فلسفة اللغة ومعاني الحروف زيادة حرف الميم إلى لفظ الجلالة الله يفيد مناداة الله عز وجل
بكل أسمائه الحسنى. أهلا بالجميع. يحظى اليوم أكيد موضوع التربية بالقيم محل اهتمام واسع في حلبة النقاشات التربوية والاجتماعية، خصوصا في ظل التحولات الراهنة وفي ظل التحديات المعاصرة وفي ظل العولمة الرامية إلى تغيير الثوابت وتثبيت المتغيرات. فما السبيل لإعداد جيل قادر على التعايش في هذا الحاضر وتحدياته؟ نتحدث أكثر في الموضوع بعد الفاصل. مشاهدينا الافاضل، ارحب بالدكتور صحراوي خلواتي استاذ بجامعه عامه. اهلا وسهلا بك سيدي الكريم. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا بك في قناه القران الكريم. بدايه استاذي الكريم، عندما نتحدث عن التربيه بالقيم، القيم هي احدى اكيد الركائز الاساسيه التي تقوم عليها الحياة البشرية، فهي روح سلوك الفرد الذي به يعرف ذاته ويرتقي بنفسه ويحقق كذلك إنسانيته. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدين بادئ بدء أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. مرحبا بك، وخصوصا ونحن اليوم نشهد اليوم العالمي للطفل. نعم. فطبعا اختيار هذا الموضوع كان اختيارا دقيقا، لأننا نريد أن نلتفت لأبنائنا وأطفالنا من حيث الإشارة إلى ما يفيدهم وما يعنيهم. القيم، طبعا عندما نتكلم عن القيم فنحن نتكلم عن الارتقاء، لأننا نريد أن نرتقي بأبنائنا إلى مستوى يكونون أهلا فيه للعطاء. لماذا؟ لأن أطفال اليوم هم رجال الغد، وبقدر اهتمامنا بهؤلاء بقدر ما يكون عطاؤهم غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك القيم يعني هي كل ما له قيمة، يعني إذا تكلمنا عن الشيء من حيث قيمته نتكلم عن الشيء من حيث ثمنه، نتكلم عن الشيء من حيث مستواه، نتكلم عن الشيء من حيث مرتبته. فنحن نريد أن نعتلي بأبنائنا إلى المستوى الذي معه يستطيعون إن شاء الله تعالى أن يكونوا في المستوى المطلوب. لذلك لو تكلمنا عن القيم نقول هي المبادئ، وإن شئت قلنا هي تلك المبادئ التي تدفع إلى اكتساب مجموعة من السلوكات التي تؤهل للاندماج في المجتمع بما يستطيع معه أن يتكون التكوين السليم ويكونون إن شاء الله تعالى في المجتمع زيادة وعطاء. فإذا القيم هي أمر مهم جدا جدا جدا، وعندما يتربى أبناؤنا على القيم، لأننا عندما نتكلم عن القيم هناك القيم السيئة والقيم الحسنة، فنتكلم عن القيم الحسنة التي تدفع بهم لأن يكون إن شاء الله تعالى جيلا نافعا ومستقيما. كذلك عفوا سيدي الكريم، نحن نعيش أكيد في عصر التسابق الحضاري الذي تعتبر فيه الطفولة أثمن الثروات المخزونة وكذلك الرصيد المستقبلي ورأس المال الفعلي والحيوي لحركة مسيرة البناء الحضاري. وبالتالي عندما نتحدث عن البناء الحضاري أو بناء الإنسان أو بناء المجتمع، علينا أولا أن نعود إلى البناء الأصيل للطفل. نعم نعم أكيد. لذلك كانت العناية بالأطفال من أول يوم، العناية بالأطفال من أول يوم من خلال أولا حسن اختيار أمهم، وهذا مهم جدا جدا. لماذا؟ لأن الزواج في حد ذاته يتأسس على حسن اختيار من طرف الزوج ومن طرف الزوجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. لم يقل اختاروا، وإنما قال تخيروا. وبالنسبة للمرأة قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن ثم فعندما يكون الزوج مناسب لهذه الزوجة والزوجة أيضا مناسبة لهذا الزوج، فإن هؤلاء سوف يستعينان مع بعض من أجل صناعة جيل يستطيع هذا الجيل أن يكون في المستوى المطلوب. قال أحدهم لأبنائه وهو يداعبهم، قال: أحسنت إليكم مرتين، أحسنت إليكم قبل ميلادكم وأحسنت إليكم بعد ميلادكم. أما كوني أحسنت إليكم قبل ميلادكم فلأنني أحسنت اختيار أمكم، وأما كوني أحسنت إليكم بعد ميلادكم فلأنني ربيتكم على حب الله وحب رسوله وتلاوة القرآن الكريم. فإذا الجيل هذا الأطفال عندما يلقون العناية الكافية
عندما يلقون الحماية والرعاية المطلوبة، فإنهم سوف يتدرجون على القيم حتى يصلون بعد ذلك لأن يكونوا الرجال المفيدين النافعين لمجتمعهم. ومن ثم يحتاج هؤلاء الأبناء إلى عناية خاصة جدا جدا من أول وهلة، من يوم الميلاد، من حيث القيام بالسنن التي أمر الإسلام بها، من حيث اختيار الاسم المناسب لهذا الطفل، لأن اختيار الاسم المناسب هو قوة لشخصية الطفل، لأن كل له من اسمه نصيب كما يقال. ثم بعد ذلك قام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والأحاديث التي هي تدخل في إطار ما يسمى بحديث الطفل، من حيث ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال وهو يربيهم. حديثه صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. حديثه صلى الله عليه وسلم مع الطفل عندما كانت تلطش يده في الصحفة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حديثه صلى الله عليه وسلم مع الطفل اليهودي الذي نزعه الموت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة الحق، وهو يريد أن ينقذه من النار في آخر الدقائق واللحظات من حياته. كل ذلك يمكن أن يسمى بأحاديث المتعلقة بالطفل، نتعلم من خلالها كيف ينبغي أن نتعاطى مع أبنائنا حتى يكونوا في المستوى المطلوب. كذلك اليوم في نفس السياق من التحديات والتغيرات الحاصلة اليوم في العالم وعلى كل الأصعدة، الانفتاح على الثقافات الأخرى. اليوم الطفل ربما يتأثر بهذه الثقافات من خلال الوسائط الجديدة. ربما أستاذ الكريم، ما السبيل لمواكبة هذه التغيرات وكذلك في نفس الوقت الحفاظ على ثوابت وأصول التربية الصحيحة والسليمة؟ صحيح، لسنا في معزل عن العالم. نعم. والعالم تحول طبعا الآن إلى قرية صغيرة، يستطيع هؤلاء أن يدخلوا إلى بيوتنا دون استئذان منا، ودخلوا ويصنعون في بيوتنا ما لا نعلمه نحن للأسف الشديد. ولكن هذا يتطلب طبعا أن يكون الواحد منا، سواء كانت الأم أو كان الأب، يكون حاضرين. نعم. بمعنى أن نترك هؤلاء يتعاطون مع هواتفهم، الشبكة العنكبوتية فيها ما فيها، ومن ثم لا ينبغي أن نحكم على الشبكة العنكبوتية أو على أي جهاز من هذه الأجهزة بأنه جائز أو أنه غير جائز، ولكن الجائز أو غير جائز يتعلق بالتصرفات والسلوكات. لذلك نحتاج طبعا أن نربي في أبنائنا مجموعة من القيم، ولعل من أهم القيم التي ينبغي أن نربيها في أبنائنا قيمة المراقبة. مراقبة من؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يخافني الطفل، لأنه إن خافني فإنه سوف يستغل فترة غيابي ليصنع ما يشاء. صحيح. لا ينبغي أن يخاف الطفل ضربي وصراخي، لأنه إن فعل ذلك فإنه سينتقم لنفسه في أي لحظة من اللحظات. لابد أن أجعل الله سبحانه وتعالى موجود في قلبه وفي سلوكاته، يعلم بأن الله ينظر إليه، يعلم بأن الله يراقبه، وهذا من خلال الوسائل التي سوف أسخرها لأصل إلى قلب ابني حتى يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى، عن طريق الكلمة الطيبة، عن طريق المحاورة، عن طريق الرسالة، عن طريق الوعظ، عن طريق الإرشاد، عن طريق المصاحبة، عن طريق المجالسة. هذه كلها تعتبر وسائل مهمة جدا جدا من وسائل التربية التي علمنا إياها القرآن الكريم، وعلمتنا إياها أيضا السنة النبوية الشريفة. يبقى الآن كيف ينبغي أن نستعمل هذه الوسائل، كيف ينبغي أن نتعاطى مع هذه الوسائل من أجل أن نغرسها في نفس ابننا أو بنتنا لتكون فعلا ابنة مستقيمة وابنا مستقيما. نعم، كذلك أستاذ الكريم، نحن أكيد على يقين بأن المنهج الرباني المتكامل أكيد والموازي لفطرة الإنسان إذا ما طبق بالشكل الصحيح أكيد سيعطينا جيلا متميزا وفريدا وكذلك صالحا. وبالتالي لأن ربما هذا المنهج أو منهجنا قائم على صياغة الشخصية الإنسانية، صياغة متزنة ومتكاملة، يحقق من خلال تطبيق هذا المنهج الإنسان غايته في هذا، يعني أكيد، في هذه المعمورة وفي هذا الوجود. نعم صحيح، خصوصا إذا تكلمنا عن مسألة التربية. نعم. التربية من حيث هي تربية هي عملية.
يعني هي عملية يراد من ورائها تقديم المعارف لأطفالنا، غرس المشاعر النبيلة في نفوس أبنائنا، ثم محاولة تنمية هذه المشاعر وتنمية هذه المعارف داخل المجتمع، لنكون بهذا قد ساهمنا في تنشئة شخصيتهم، التنشئة السوية السليمة التي يستطيعون بها طبعا أن ينفعوا مجتمعهم. وعلى هذا الأساس عندما نضع ابننا في الطريق المستقيم، هو كما ذكرتي أن الأبناء مفطورين على الصلاح بنص النبوي الشريف الذي يحفظه جميعنا، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فنحن عندما نقوم بالمحافظة على فطرة ابننا من خلال مادة تزويده بالمعارف الصحيحة، من خلال مراقبته، من خلال محاورته، من خلال الأخذ بيده، من خلال أن نجد الجواب المناسب للتساؤلات التي تدور في عقله، عن طريق كل هذه الوسائل نكون قد دفعنا بابننا إلى الطريق السوي المستقيم الذي بالسير عليه سوف يصل إلى كماله المادي والمعنوي إن شاء الله. نعم إن شاء الله. كذلك عندما نعود إلى الحديث عن التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت اليوم حقيقة لا رجعة فيها في حياتنا اليومية، هل لابد اليوم ربما من تغيير المفاهيم التقليدية وتبني كذلك مفاهيم حديثة تتلائم مع العصر الجديد تمكننا ربما من تحقيق التوازن في التربية دون إخلال؟ أكيد، هو الوسائل التكنولوجية ليست شرا كلها. نعم. يعني المسألة تتعلق بالشخص من حيث تعاطي مع هذه الوسائل، ولو أننا أحسننا التعاطي مع هذه الوسائل من حيث استخدامها الاستخدام الحسن لكنا سننفع أبناءنا أكثر من أن نضرهم. لا ينبغي أن أمنع ابني من كل شيء. لماذا؟ لأنه سينمو في نفس ابني سؤال: لماذا منعتني؟ وماذا قدمت لي كبديل لما منعتني من هذا؟ وعلى هذا الأساس ينبغي أن أرافق ابني بالأمور التي تدفع به لأن يكون في المستوى المطلوب. من خلال ماذا؟ من خلال التعاطي مع هذه الوسائل، التعاطي الحسن المحمود. يعني التكنولوجيا من حيث أنها مفهوم، هي مفهوم واسع جدا جدا جدا، يجد فيه أبناؤنا الرغبات المختلفة والمتنوعة. تبقى الآن كيف ينبغي أن أرخي زمام هذه الوسائل لتكون خادمة لابني، ليستطيع ابني بعد ذلك أن يتعاطى معها وأن يحقق معها المآرب وأن يصل بها إلى المقاصد التي يريد. طبعا في هذه الدورة التي ذكرتها نحتاج فقط دائما أن يكون الأب حاضرا وأن تكون الأم حاضرة، لأن المراقبة والمتابعة والمصاحبة، اسمحي لي أن أقول المصاحبة، لأن المصاحبة تعني أنني أقف ولا أتدخل إلا حينما يدعوني التدخل لأن أتدخل، مصوبا أو مصححا أو مفسرا أو مبدلا أو مغيرا. دائما طبعا أن أصطحب معي الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الآباء والأمهات وهم يدفعون بأبنائهم إلى الطريق الصحيح، لأن كثير من الآباء يريد أن يصحح فيفسد، وكثير من الأمهات أرادت أن تغير إلى الأحسن فغيرت إلى الأسوأ. لما تكون الأم مثلا غير كاتمة لأسرار بنتها مثلا، عندما تكون الأم غير صاغية لبنتها مثلا، فإنها ستدفع بابنتها لأن تجد آذان أخرى تبلغهم من طوى في بين جنباتها. والابن أيضا عندما لا يجد الثقة الكافية في أبيه فإنه سوف يبحث عن كل طريق يستطيع معه أن يصل إلى ما يريد وإلى ما يصبو إليه. نعم. كذلك سيدي الكريم، الصراع المستمر بين أصول التربية وبين الاختلاف الثقافي والفكري والرؤى بين الأجيال أكيد له تأثير كبير على التربية والتنشئة الاجتماعية للأبناء. نعم أكيد. نعم، المسألة مرجعها إلى أنه ينبغي أن نفرق بين الأصول وبين تطبيقات هذه الأصول. الأصول كلنا متفقين على أن أصولنا غير أصول غيرنا. طيب لو أخذت مثلا إنسان أوروبي مثلا، هذا أوروبي طبعا أصوله غير أصولي، ومن ثم أصول الأوروبي تسمح له أن يتعاطى مع الوسائل المختلفة والمتنوعة دون قيود، لكن أصول الإيمانية وأصول العقدية تجعلني أتحرك في حدود معينة وأتحرك وفق قيود موجودة، ومن ثم ما يراه غيري مباحا قد لا أراه أنا مباحا، وما يراه غيري مثلا على أنه مثلا يجوز أن أخوض فيه قد أجد نفسي أنني سأخوض فيه بكل ماذا؟ بكل يعني تقيد وبدون إطلاق. لماذا؟ لأنني أرى بأن هذا الأمر ربما يصل بي إلى ما يحمد عقبة. نحن عندنا في المذهب المالكي ما يسمى بسد الضرائع. ما معنى سد الضرائع؟ سد الضرائع هو الوصول إلى شيء حرام لكن بطريق حلال، فحرم هذا الطريق
لي ذريعة لأنه سيوصلني إلى هذا الحرام. فأحيانا طبعا يحرم هذا الشيء لأنه يصل بي إلى الحرام، ومن ثم هذا الأمر قد لا أجده عند غيري من الأوروبيين مثلا أو من الكفار بصورة عامة، لكن عندنا نحن كمسلمين كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. ومن ثم طبعا لا ينبغي أن يسمح لأبنائنا أن يخوضوا بعض الطرق إذا رأينا بأن هذا الطريق سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى ما لا يحمد عقبه. كذلك عندما نقدم نماذج عن القيم، أيضا من القيم ربما الأساسية والرئيسية قيمة الصدق. نعم. غرس قيمة الصدق لدى أبنائنا. نعم أستاذتي الفاضلة، صدقين يعني القيم كثيرة ومتنوعة، ونحتاج في غرس القيم إلى أن يكون الواحد منا مبرمج كيف ينبغي أن يغرس القيم في نفوس أبنائه. وينبغي أن ندمج أبناءنا في القيم تلقائيا، لا ينبغي أن أشعر ابني بأن هذه قيمة وهذه قيمة وهذه قيمة. وهنا ربما يدخل موضوع التزكية. نعم أكيد، نعم تسلية من خلال أن أقدم له هذا الأمر وهو فرح، يعني يجد الطرب وهو يتعاطى مع هذا الأمر بسلوكات معينة. وربما الآن الزمن مسعف أنني أقدم هذه القيم بطريقة سهلة مسلية يحبها ابني ويرغب فيها ويدعوني من أجل أن أحققها فيه. من بين القيم مثلا التي كنا ندعو إليها دائما قيمة حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة مثلا، الصدق، التضحية، المسؤولية، على نحو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: رب أبنائكم على حب الله وحب رسوله وحب آل البيت وتلاوة القرآن الكريم. عندما نتكلم عن الصدق فهذه مسألة مهمة جدا جدا. أولا الذي يدعو إلى الصدق ينبغي أن يكون صادق، لا ينبغي أن نتوقع أن يكون أبناؤنا صادقين في وجود أباء للأسف الشديد ينتحلون للكذب. هذا مشكل. لماذا؟ لأن هذا سوف يفصم شخصيتهم، سوف يجعلهم أمام أباء للأسف الشديد غير صادقين. ومن ثم عندما يدخل موضوع التربية بالقدوة، بالقدوة الحسنة، إذا أردنا أن نغرس الصدق في أبنائنا علينا أن نكون صادقين، كذلك إذا أردنا أن نغرس الأمانة في نفوس أبنائنا لابد أن نكون أمناء. عتبة بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما استدعى معلما يعلم أبنائه، المعلم هذا اسمه عبد الصمد، قال له: يا عبد الصمد، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم مربوطة بعينك، فالحسن عندهم ما تراه حسنا والقبيح عندهم ما تراه قبيحا. التربية بالقدوة شيء جميل جدا جدا، لأن نحتاج أن نربي أبناءنا عن طريق ماذا؟ عن طريق السلوكات التي ينبغي أن نحببه فيها. والابن طبعا عينه معقودة على عين أبيه، فعندما يرى أباه يحب الصدق وأباه دائما صادق فإنه سيكون صادق. عندما يرى التناقض، التناقض بين طبعاً ما يأمر به الأولياء وبين ما يقومون به، بين ما يقومون به، وهذا طبعا سيجعل من أبنائنا بشخصيات للأسف الشديد مهتزة مرهلة، شخصيات لا يؤمن عليها الوقوع في المخاطر وفي المحظورات. لذلك أول شيء ندعو إليه من خلال هذا الأمر هو أن يكون الأب قدوة. الأمر الثاني، لابد أن يكون الأب يحسن الحوار مع ابنه، لا ينبغي إذن أن ينظر الأب إلى ابنه على أنه آلة يتصرف فيها كما يشاء. فطبعا إذا علمت بأن ابنك مثلا كاذب ينبغي أن تجالسه أولا، أن تختار الوقت المناسب، أن تختار المكان المناسب، أن تنظر إليه وتكون نظراتك إليه نظرات شفقة ورحمة، أن تبين له بأن هذا الذي ارتكبه هو خطأ بسيط يحتاج أن يعالج فقط، لا ينبغي أن أنظر إلى أن هذه كبيرة من الكبائر وأنها لا تغتفر. طبعا الأسلوب في هذه المسائل نافع جدا جدا جدا. لا ينبغي أيضا أن أذكر هذا الأمر باستمرار لابني وكأنه ارتكب الأمر الذي لا ينبغي أن يغفر. أستعمل معه سياسة الوعظ والإرشاد عن طريق الترغيب وعن طريق الترهيب، ونحن سنتنا وقرآننا مسعف لأن نختار من النصوص والأدلة ما نستطيع معه أن ندفع بأبنائنا لأن يقتنعوا بكلامنا. لكن هذا الأمر كله مرجعه إلى ماذا؟ إلى القدوة الحسنة كما ذكرتي، وأن نكون أمثلة لأبنائنا حتى يكون أبنائنا إن شاء الله تعالى نعم الغرس الذي غرس ونعم الجني الذي سيجنى إن شاء الله. كذلك أستاذي الكريم، وفي عجالة مما يلفت الانتباه أن الطفل بفطرته مبني على معرفة الخير. نعم.
وبالتالي يعني القيم الإسلامية، القيم الأخلاقية، القيم الإنسانية تستهدف الكشف عن جوانب هذا الخير في لدى الطفل. نعم أكيد، وهذا طبعا يكتشف عن طريق المحاورة كما ذكرت لك، لأن أبناءنا من حيث أنهم كتل بشرية يعني موفورون على كثير من القيم الطيبة، تحتاج أنني أستدعي هذه القيم من أجل أن تخرج إلينا، وعندما تخرج إلينا هذه القيم فأنا أعلم بأن ابني مكتنز على هذه القيمة التي تحتاج إما أن تهذب وإما أن توضع في الطريق الذي يؤدي بها إلى التطور وإلى الوصول إلى أعلى الدرجات. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الدكتور صحراوي خلواتي أستاذ بجامعة نعامة، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا مشاهدينا الأفاضل، شكرا لكم على المتابعة، يومكم سعيد، نلقاكم على خير، السلام عليكم.